تابكم الله وأحسن إليكم. السائلة فميم ميم من جمهورية السودان بعثت رسالة ضمنتها عددا من الأسئلة، تقول في أولها: هذا السؤال أشغلني كثيرا وبحثت عن معرفة الإجابة لكني لم أجدها للأسف، وتمنيت أن أعرف الإجابة قبل أن ألقى الله وأنا أحمل إثمي. والسؤال هو: لقد أفطرت 8 أيام من رمضان بغير عذر شرعي، وكنت في المرحلة المتوسطة، وعند العودة إلى المنزل كنت أشعر بتعب لارتفاع درجة الحرارة، وكان هذا في بداية سن البلوغ والتكليف، وقد كنت لا أعرف العقوبة لترك الصيام. كنا نصلي عندما وجدنا الأسرة تداوم ونؤمر بالصلاة والصيام، ولكننا في جهل عظيم بأمور ديننا، وقد صمت 8 أيام لأسد بها ما أفطرته من تلك الأيام، وبعدها كررت الصيام وأخرجت الكفارة بعد إكمال الصيام، لكني أقرأ في الكتب أن اليوم الواحد ب61 يوما، وقد تبت إلى الله توبة نصوحا إن شاء الله، والآن أنا كل يوم يزيد ندمي وحسرتي على ارتكابي من الإثم في حق هذه الأيام 8، فأسألكم ماذا أفعل؟ أفيدوني وفقكم الله وجزاكم خيرا. الحمد لله، ما دام تبت إلى الله و صمت قدر الأيام التي أفطرتها إن هذا يعتبر قضاء وهو الواجب عليك، وكذلك الكفارة طعام مسكين عن كل يوم عن تأخير القضاء هذا أيضا واجب. وأما ما قرأتيه من أن اليوم الواحد من رمضان إذا أفطره عن 60 يوما فهذا لا أصل له ولا صحة له. نعم.